هل البنكرياس اسم عربي؟ نعم أو لا؟ لا، ليس بعربي. والبنكرياس اسم للغدة المعروفة التي تفرز الأنسولين، والسكر أو السكري كان يسمى من قبل في الطب اليوناني ديابيغس. لكن هذا العضو ولا شك له اسم لدى العرب، لكننا لم نجد شيئا من هذا. وأخبرني الشيخ أبو تراب الظاهري رحمه الله أن العرب تسميه اللبلادة، لكنني لم أجد هذا في أي معجم من المعاجم. وقال إنها تسمى، أو هذه الغدة يعني تسمى المعثكلة، وهذا اسم متأخر ومحدث، وأظنه في من بعض المجامع، من مجمع دمشق مثلا فيما أظن، إن لم تخني الذاكرة. وهو اسم جيد ومادته عربية، ولعلنا نجد بعد ذلك الاسم الذي سمت به العرب هذه الغدة المعقدة.